الرقية في الأصل هي أن ترقي نفسك بنفسك. إن لم تستطع أن ترقي، هناك بالإخوة الرقاة الذين يقولون الإنسان لا ما تقدرش ترقي نفسك، هو الذي يصرع. يصرع حينما يصرع الإنسان يفقد السيطرة، يفقد السيطرة على نفسه، لا يستطيع أن يتمالك نفسه، لا يستطيع أن يقرأ نفسه. وأنا جاء عندي حالات حينما أسأل الله تبارك وتعالى يشفيهم، حينما يبدأ في الصلاة وإن هو واقف في الصلاة ماذا يقع له؟ يسقط. حتى الصلاة الشيطان لا يريدك أن تصليها. فحاول أن ترقي نفسك بنفسك وتقوى على الشيطان، فأكيد أنك ستهزمه بتوفيق الله عز وجل. يعني نستنتج هنا الأخ أحمد أن الرقية لا تحتاج إلى شهادة، لأن البعض دائما يقول واش عندك شهادة الرقية واش كذا. أنا استنتج من الكلام ديالك أن الشخص فقط يمكن أنه يكون طاهر، يكون حافظ كتاب الله. لا، ليس شرطا أن تكون حافظ كتاب الله كاملا. عشان نقولك يعني ماشي يكون يعني ذلك صور معينة اللي أخي الحبيب اسمح لي قاطعتك. الأصل هو أن تكون فيك النية. إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. والمسلم الحقيقي إذا نوى في نفسه أنه يزيل الجبل من مكانه يزيله. أتكلم عن النية الأصلية، ليس نفي النية وأنا كذا كذا، تكلم عن النية الأصلية. إذا قرأت الإنسان كررت الأذان فقط، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان إذا سمع الأذان يفر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، دائما نقول الرقية من الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا الشيطان إذا سمع القرآن إذا سمع الأذان يفر. فما بالك أخي الكريم أنت أن تؤذن لأختك في أذنيها اليمنى، هل الشيطان يبقى في الجسد؟ أكيد سيفر. وإن كان فيها مس ستسرع. حينما تسرع هنا المشكل الذي يجب أن يتعلمه الإنسان. يجب أن يتعلم الإنسان التعامل مع الحالة التي فيها الصرع. لأن الذي يسرع سبحان الله تأتيه قوة ثانية من الجن والشياطين. يعني كما تقول المثل ديالنا خاصك 4 باش يشدوك ولا 5 باش يشدوك. هنا فين خاص القوة؟ هنا فين خاص القوة؟ وما توفيقنا إلا بالله. باش نرجع لواحد الحالة كنتي ذكرتيها في الكلام ديالك فيما سبق وباش نعلق عليها، لكن قلتي أن حالة من الحالات اللي عينتها أو ربما وصلتك أنه كيبغي يصلي لكن كيطيح، يعني الشيطان كيمنعو كيتسرع. كنا شفنا واحد الشخص اللي دار ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي كيقول لهم أنا ما عايش بحالكم، باش نعاود كي واحد المقتطف باش تاخذ فكرة، وأنا أكيد ربما تكون شفتيه قبل. انا ما عايش بحالكم، ما تنقدرش نصلي، ما كنقدرش نقرا القران، وكيبقى قدام يعني في المباشر تيقرا القران ولكن كيبقى يدير واحد الحركات وكيتبدل الصوت ديالو. يعني الاكثريه نسبه مئويه كبيره من المتتبعين شككوا في الامر ديالو، قالوا انه تمثيل لا ما يمكنش. الدري كان في كازا هذا ربما ما عرفتش. لا ماشي تمثيل هذاك الشاب، ربما انا تابعت بعض اللايفات ديالو، ربما مسكين الله يشافيه عنده سحر ماكول، هو لعب لي على الجهاز العصبي والدورة الدموية. والشيطان عدو الله، حينما يريد أن يصلي أن يعبد الله، لأن الشيطان دائما يأتي لك العبادة ويقف مني كيبغي يعبد الله تبارك وتعالى. تبدأ التنمل من الرجلين ثم الرعشة ثم الفشل فيسقط. يعني كيمنعك كيمنعك. وأنا عينت كثير من الناس، راه ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثة، بزاف ديال الناس في هذا المينا. راه الله المستعان، لا ليس من رأى كمن سمع. يعني باش نطحوا الناس اللي كانوا كيشكوا كيكذبوا هذا الوليد هذا ربما هو يكون مصاب. احنا تنقولوا بالعاميه ديالنا الانسان ما يتشفاش. الانسان ما يتشفاش في اي واحد كيف ما كان، كيف ما كان الانسان ما يتشفاش. لانك اذا تشفيتي في ذاك الانسان، تخيل معايا باللوجيك، ان تشفيتي في ذاك الانسان ربي حيد منه الابتلاء وجابوا لك انت كعتولي. أنا فين كاين المشكل؟ شحال من واحد. أنا جات عندي حالة مرة، المرأة كتقول لي يا بنتي راه كضحك عليا وكتمثل عليا وكذا كذا، أن فيها المس العاشق وكذا كذا. ملي جات البنيتة درنا لها واحد التهيئة نفسية ودرت لها الرقية. فالعجيب في الأمر أن الأم هي اللي مصابة بالسحر.
سبحان الله. الام هي المصابه بالسحر، وهذاك الشيطان اللي هو عند الام ديالها كيوحي الام ديالها في العقل باش ان بنتها راه كتمثل، باش تفرق هي وبنتها، وقعوا الخصومات والمشاكل والمشاحنات باش يتخاصموا. الغرض شنو هو؟ هو ان الغرض هو ان باش تفرق الاسره، والشيطان يفرقون به بين المرء وزوجه، ولكن كنجي وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فاي انسان ابتلاه الله تبارك وتعالى بالسحر فهو ابتلاك الله عز وجل، فهنيئا لك. نقول هنيئا الذي يبتلي الله بالسحر، هنيئا له. كما تنقولوا بالدرجه المؤمن المصاب. المؤمن المصاب واللي كيبتلى بالسحر، هذا راه يتفق معي بزاف ديال المشاهدين، اللي كيتبتلى بالسحر كيتقرب من الله عز وجل. اللي كيتبتلى بالسحر كيبعد من الكارو. البنت اللي كتبرج كتبتلى بالسحر كدير الحجاب ديالها، يعني كتقرب من الله عز وجل، لان لا مفر ولا ملجا الا لله عز وجل. ملي كتبتلى بالسحر ولا كتبتلى بالجن ولا بالعين والحسد، خاصك ترجع عند الله. سالات لك ما كاين لا دواء ولا حتى شي حاجه. الله تبارك وتعالى هو العيش فيك. بالتقرب اليه. اذا اش غدير؟ شنو غنديرو؟ غنبقاو حنا نمشيو نديرو الرقيه وما كنصليوش؟ ما يمكنش. خاصك تصلي ودير محاوله تصلي، اما واقف، اما جالس، اما ناعس، اما بعينيك وبقلبك، وهي من اضعف الايمان. خاصك تصلي، لان الصلاه ما عندهاش عذر الا على الحائض، على المراه النافسه، وعلى المجنون الذي فقد عقله. ثلاثة الحوايج. فالذي لا يصلي، أعد نفسك من هؤلاء الثلاث. عاد نخليو الجنون، أنت ما كتصليش عيجيك الجن، صافي. بنت ما كتصليش وكتنعسي عريانة، عاد تصابيها بالمس. سؤال اللي هو بزاف ديال الناس يقولوا، أنا كيوصلني، علاش اليهود ما كيشدش فيهم السحر؟ اليهود والنصارى. تيقول لك. الأوروبيان وليزامريك تيقول لك، أنا مرة مسكونين. في إطار المستملحات. مرات يقول لك سميتها هي ديك الممثله الامريكيه انجلينا جولي. قال لك علاش انجلينا جولي؟ قال لك علاش انجلينا جولي ما كيمشي للمس العاشق وكيمشي عند فاطمه، عند فاطمه، وعند لان زعما هي جميله. الجن العاشق هنا ماشي كيمشي للجمال، لا كيمشي للابتلاء. فالشيطان اخي الكريم الهدف ديالو شنو هو من يخرج هو من الجنه؟ الهدف ديال الشيطان ديال الفتنه بين الناس. الفتنه بين الناس هو يخرج العباد من عباده رب العباد الى عباده العباد. اذا الممثله او المراه الشقراء او المراه الجميله او اليهوديه او النصراني او كما كنقولوا حنا، علاش كريستيانو ما تصابش بالعين وعلاش ميسي ما تصابش بالعين؟ كن اكيد يا اخي الكريم ان الذي لا يؤمن بالله لا يؤمن بالله ما يتصابش بالعين. مني كترجع عند الله تبارك وتعالى كتولي عندك واحد الطاقة إيمانية، واحد الطاقة روحية، واحد الطاقة عقائدية قوية. أكيد أنك كتولي فيك كيولي الشيطان كيلعب بك كيبغى. في محاربة مع الشيطان. في محاربة، أنك أنت ما دمت أنك كتعبد الصليب ولا كتعبد النار ولا البقر ولا العافية ولا شي حاجة. متمكن منك. متمكن منك، إذا علاش عيسى بك أنت بالعين؟